إرهاب الحوثي يغتال صالح بدم بارد ويمثل بجثته. هادي يطالب اليمنيين بالانتفاض ضد الحوثيين. الحوثيون في مواجهة قبائل حاشد. مجزرة حوثية إيرانية تحصد 200 أسير من قوات صالح. هادي للمبعوث الأممي: الحوثيون ينقلون تجربة ولاية الفقيه لليمن. إحراق السفارة الإيرانية في صنعاء. قتال دار حول المنطقة الدبلوماسية وغارات جوية للتحالف على صنعاء. سياسي يمني بارز: قطر قادت صالح إلى حتفه.